الحمد لله، تقريبا في الاربع جولات الاخيره جبنا تقريبا 5 نقاط بهين، 2 انتصارات وتعادل. السبيعي وميقاتي، شوقي ربيع ومسجل محمد النعيمي ومراقب فني محمد الدخيل وغانم الديش، واو دليل على ان الدفاع لكلا الفريقين جيد. مره اخرى محاوله اللعب خلفيه على مستوى الدائره ونجح، برافو. كرة جميلة، عمل الدوران، لاعب الدائرة مرتدة بشكل سريع. سيلفا قاعد يلعب بطريقة دفاعية متقدمة، تحتاج إلى أنك تتحرك بشكل أكثر وبشكل أسرع، وبالتالي مجدي الهلالي صفواني أمام مجدي الهلالي. مجدي ولا حسين؟ حسين ولا مجدي؟ إذا تمويها أولى وداخل الشباك، إذا الهدف رقم 13. وصل الزلفي إلى فارق الهدفين بعد أن كان النور متقدم بفارق 4 أهداف، استطاع في خلال 4 دقائق ثواني متبقية على شاكر تاروتي يسد الكرة على مستوى الجناح، بعيدة، مرتدة، ولكن خلاص. السعودية، الكويت، الهند، إيران، كوريا الجنوبية واليابان والصين وأوزباكستان. هنا محاولة أول الأهداف، والكويت في المركز الأخير، في المركز رقم 13. ولكن أعتقد أن هناك عودة للكرة الكويتية. هذا بلال أيضا، ما زال هذا منير الخضراوي، هنا بلال على الدائرة، اندفاع ورمية سبعة تمتع، رمية سبعة بلال على التنفيذ، وجهاد بوعلوة ربما يتصدى إذا كان حاضر الذهن. هنا محاولة ولكن بلا، على هذا مجد الهلالي والهدف رقم 15، 22 مقابل 15، ودخلنا في الدقيقة الثامنة. خلصنا 7 دقائق، يبحث عن مركز رابع، اليوم يلعب مع الترجي وأيضا راح يلعب مع مضر والخليج والابتسام. الهدف اليوم يلعب مع المحيط، ويتبقى له أيضا الزلفي والوحدة والنور. كل هالمباريات قوية، من أراد أن يكسب، أن يحافظ على بقائه، أن يوصل إلى مراكز متقدمة. النماذج، وهو حارس المنتخب السعودي للشباب، يعني قاعد يورينا عطاءاته، ويورينا يعني حماسة، وراح نشوفه في المنتخب الأول، هو وزميله. هنا التسديدة من مستوى الركبة، بلال على مستوى الركبة وليس على مستوى الوجه على العموم. هنا مجد الهلالي على مستوى الدائرة أيضا ونجح، برافو. كرة جميلة، المباراة ووصوله إلى النقطة رقم 32، وحظ أوفر للزلفي في اللقاءات القادمة. مجد الهلالي والهدف رقم 27 من بعيد على مستوى 9 أمتار، شوف هذا مجد الهلالي، وينك يا مجدي يا هلالي في الشوط الأول والتسديدات البعيدة، لم يسدد. مجدي قصي، هنا مرتدة بشكل سريع ونجاح أيضا من مجدي الهلالي، صحوة متأخرة.